الحديث عن استغلال العشوائيات في العراق انتخابيا ومنع القوى المتنفذة تمرير قانون العشوائيات لاستغلاله في الانتخابات. معنا من اسطنبول عبر الهاتف والكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري. أهلا بك معنا أستاذ نظير. حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا بك أستاذ نظير. يعني عندما تقول لجنة الخدمات النيابية إن الكتل السياسية عرقلت قانونا لحل مشكلة العشوائيات في العراق وسعت لادخاره للموسم الانتخابي، أين البعد السياسي الأخلاقي لسلوك الكتل؟ يعني الحقيقة هذا على مدار السنوات السابقة كان موضوع العشوائيات هو مادة دسمة لهذه الأحزاب والكتل السياسية لاستغلالها وكسب أصوات الناس الذين يسكنون في هذه العشوائيات دون النظر إلى معاناة هؤلاء الناس الذين لم يلتجئوا إلى هذه العشوائيات إلا هربا من عدم قدرتهم على تأمين السكن اللائق بهم وعدم قدرتهم على توفير المستلزمات الأساسية لعوائلهم، وبالتالي هم يستغلون حاجة هؤلاء الناس إلى التوق للسكن في سكن يعني يتناسب مع الحق البشري لكل إنسان وتوقهم إلى هذا الشيء وكسب أصواتهم وتعاد معاناتهم في كل مرة ويتم استغلالها من قبل هؤلاء السياسيين. وبالتالي هؤلاء السياسيون يضربون مثلا في قلة عدم الشعور بمعاناة المواطنين والتعامل اللا أخلاقي مع الشعب العراقي وجعله مجرد أرقام، بل إن يعني يصف هؤلاء سكان العشوائيات ويقول إن السياسيون لا ينظرون إلينا إلا بمجرد أعداد من أصابع ذات اللون البنفسجي التي يستفيدوا منها في كل انتخابات تقام في العراق. طيب سيد النظير، يعني لو افترضنا أن البرلمان ذهب لسن قانون لحل هذه المشكلة بعد الانتخابات القادمة، هل تمتلك الحكومة الإمكانيات والقدرة على حل هذا الملف فعلا؟ طبعا من الصعب حتى لو تم إقرار هذا القانون، من الصعب على الحكومة التعامل مع هذا التحدي الكبير في إنشاء وحدات سكنية لكل هؤلاء الذين يسكنون في العشوائيات. وأخي الكريم، يعني الإحصائيات تقول بأن الأعداد التي تسكن هذه العشوائيات تصل إلى نسبة 27% من سكان العراقيين، وهذه أرقام هائلة وأرقام يعني لا يمكن التعامل معها من قبل حكومة هي تغرق في بحر من الفساد وتغرق في يعني إدارة فاسدة إلى هذا المستوى العالي. وبالتالي يعني إقرار هذا القانون أو عدم إقراره لا تستطيع الحكومة أن تجد حلول لهذه المشكلة المستفحلة، وهي تزداد يوما بعد يوم، سنة بعد سنة تزداد حجم هذه العشوائيات وكبرها والأعداد التي تسكن فيها. نعم. العشوائيات في العراق يعني كما تعلم توشك أن تكون واقعا اجتماعيا وعمرانيا واسعا، كيف يمكن إزالة هذا الواقع في المستقبل إذن؟ طبعا أخي الكريم، يعني مرد كل المساوئ التي يعيشها العراق هي ترجع إلى هذا النظام السياسي الفاسد الذي يحكم العراق، ولكن في حال أنه إذا ما تغير هذا النظام وتم يعني إرساء نظام وطني حقيقي، فلربما التعامل مع هذه المشكلة يستحق من عنده أولوية للنظام السياسي الجديد ويحتاج لإنفاق مبالغ هائلة لحل هذه المشكلة الاجتماعية العظيمة. يعني حقيقة العشوائيات هي ربما تكون مصدرا للتخلف، مصدرا للجريمة، مصدرا يعني انتعاش تجارة المخدرات ويعني تجارة الرقيق يعني وكثير من المشاكل الاجتماعية. يعني نعم، بالتالي هي يعني يجب أن تكون من أولويات النظام السياسي الجديد الذي ممكن يعني مستقبلا يستلم مقاليد الأمور في العراق
وإلا فهي قنبلة موقوتة ممكن أن تؤذي يعني بالهاوية في المجتمع العراقي. برأيك هل الحكومة ومؤسساتها يعني مدركين أو مدركون لحقيقة ما يحدث في هذه التجمعات العشوائية من يعني ما تحدثت به عن أنها لربما تكون قنبلة أمنية، أم أنها أي الحكومة ومؤسساتها تدرك حقيقة الأمر وتتجاهل؟ والله يعني من خلال مراقبة أداء الحكومة العراقية ومن خلال مراقبة الأداء السياسي لهذه الأحزاب الممسكة بالسلطة نصل إلى قناعة بأن هذه المشكلة هي آخر هموم هؤلاء السياسيين، ولا أعتقد أنهم يولوها الأهمية العظمى كونهم يعني من الحيف أن يمكن أن تطلق عليهم كلمة سياسيين، إنما من الممكن أن تطلق عليهم يعني أوصاف كتجار مناصب أو يعني أشخاص يبحثون عن الكسب الحرام من خلال الاستيلاء على المال العام. وبالتالي مثل هذه المشكلة في كثير من الدول تعتبرها أولوية لعلاجها، لأنها ستكون مشكلة عظيمة لمجتمعاتها، بينما نجد الواقع الحال في العراق أن هذه المشكلة تزداد سنة بعد سنة ولا توجد حلول للتخلص من هذه المشكلة، بل بالعكس أنه يتم استغلالها انتخابيا من خلال إعطاء وعود كاذبة لسكان هذه العشوائيات. وبالتالي ان يعني هذه المشكله وغيرها من المشاكل التي يعاني منها شعبنا العراقي مرتبطه ارتباطا صميميا بفساد هذا النظام، ولا مجال لايجاد حلول ناجحه لهذه المشاكل دون التفكير بتغيير هذا النظام واستبداله بنظام وطني ينبثق من الشعب العراقي، يجعل الهم العراقي هو من اولوياته ويعمل على إصلاح الأمر في هذا البلد. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري، شكرا جزيلا لك.